او بس بطلع من البارتي عشان يكون صوت تساوى التلفزيون واضح. لا لا حبيبي والله صوت ترى يكون واضح، في فرق. خليك خليك تكلم مع تابع وكيف الانمي ترى تكلم معاي. ما ترى شيء يكون صوت واضح يا اخي، ما ادري كيف اقول لك. طيب كيف اعلي صوتها مال يعني، عرفت كيف اقول لك؟ ايوه خلاص سويتها. يا بحط ميوت. دقيقة بس بصير ستارت وجهي. ها ثواني أدريتنا يا اخوي، ان صوت سوني عالي يا اخي، مزعج سوني. انا مو داخل على البرنامج، صوت عالي بصير ستارت تمام والله. تمام تمام زين روح روح تست تست اوكي شلون احط البوي نايف؟ لازم هذي بالخمسين. لا لا حبها مني هذه والله، لو اجيبها والله حياتي بتكون اسهل. بس المهم يلا يلا شوف، اهم شيء اني بحاول اسوي احاول اجيب عز بخطوات، انسى بعض الخطوات بس. يلا يلا بسم الله. حواني تبي اشيل الكومنتات على اليمين ولا اخليها؟ بخليها دقيقة بوقف. ببدأ منبه، مو بنبه تايمر كذي. اوكي يا صبات، خليك خليك بس اطلع. ها احتاج احتاج يا تعزيز، اذا ما تأثر خلها هاكل. والله انا يعني ما راح اسوي اي سبيد رن ولا اي بطيخ، بس يلا احاول بس. اوكي محافظ الرسبانات ولا اي شيء. This place is cursed. I should have known.
حسين قاعد لين فند البيت يا عمري يا عصابات. We believe this location is the cause of the dimensional breaches we've encountered. Strike team, get down there. بعد يا دلع ماوس كيبورد والله هالشي يبطئ يبطئ اللعب. الله بيزيك يمكن اني اخذ رشاش البداية احسن تدري بس عادي عادي لو نسيت خطوة او شي بطق ستارت بتأكد منها دقيقة بعد لا مشكلة تايمر قاعد يشتغل بوقف التايمر دقيقة بعد انا كم فلوس راح احتاجها عشان افتح الباب اوكي الباب الاول 500 بعدين اتوقع والله ما ادري اتوقع خلنا احسبها على شي 500 1000 1250 هذي 2750 بعدين 1250 ثانية 4000 1000 ونص 1000 ونص 1750 7000 9000 وبشتري ستامين اب 11000 يا ما راح اطلع الا معي 11000 11000 بس ما راح يكون معي سلاح المشكله 13000 13000 اطلع معي 11000 11000 كافيه تخيل سبيد رن ما اموت من اول قبل لا افتح الباب النار لا اموت هني سناب لا اختها يا اخي رسم قال عن امس استغفر الله اوه لو خليتها معاي بالرون تقول عن ستة آلاف حداشر النايف ليه راوند كم شخطة واحدة تبي تفرق ليه راوند 20 شخطة واحدة كم صار له الحين داخل الجيم اتوقع 3 دقايق حمني بيك تعيد بالفست تشوف اي دقيقة بديت الاوم راسبنت صار له 8 دقايق فاتح الفست بس ما ادري كم دقيقة ما بدل الجيم هذا اخر راوند بدي اطلع
كنت أربع كنت أوكي. الحين الورد ريكورد انا ما ظني 32 دقيقة. لا هو بطلت اللعبة بعدين شريت البيت. والله الو ما راح تكفي 13000. والله ادري راح تكفي راح تكفي. واخذ هالمية. Any ideas what Omega Group's interest was in Project End Station? Unfortunately, my time here was focused entirely on atomic research. But I heard stories. Mysterious gateways. Unnatural transformations. That aside, we should restore power. والله مت. تخيل اني مت. والله مت. هذا انسى برضاي. عادي عادي عادي. استعملته وجبت العيد استعملته. يا اخي نسيت لا استعمل النقزه اللي هني اللي تخلي اللعب كله اسرع. والله اني انسى كل شيء. سمس 44 الحين صار لي 8 دقايق غير الماب. جبت سلاح الماب بليزك. بعد هذه رسمت هناك وانا جيت من هالباب. والله انقلبت نفس الحمار. يا اخي ليش بعدها ليش انهيت الراوند راوند 6 ليش انهيته؟ والله غلط واجد غلط واجد ومت. والله الحين لو تدري لو اموت خلاص راح ينتهي الجيم. المفروض الحين ترسبن تلبورت هني المفروض. اول جيم احسن معروفة. لا حبيبي الله او ما هاي صفلت. لا كذا الزنب الخير. خطوات والله اسويها بس ناسيها والله. هذا بيك راح علي بعد كم سعره؟ راح علي والله والله يؤدي عيد الجيم. تدري بعيد الجيم بعدين بحط لي رشاش بس ما ادري الرشاش بيجيب فين الايد بعد ما 6 ما ادري
صار لي تقريبا 13 دقيقة وللحين حتى السلاح ما طلعته. أول مرة بحياتي هو أسوي سبيد رن، والله مشكلة. سنحط سلاح، سنحط سلاح خلاط، أحط ار بي دي زين، دمج فاير باور. صديقي بغارنا بغارنا مع الام فور. ار بي دي احسن على دمج، على دمج يمكن سنايبر وصخاي وطيه طلقه صاجد. تايب 3 سمي اوت اوف رايفل، تايب 3 اتوقع طلقه طلقه. فور مارك بلس 3 بلس طلقات بسرعه. بلعب بالار بي دي، ار بي دي فرش فرش العود. بس ار بي دي عشان اقدر اطمحهم من بعيد وانهرام بسرعه. هذا هذا اللي ستيفل قبل شنو؟ اذبحهم بسرعه شلون؟ سكيلز اوبن كلاسز، طلع هذه ليفل 50 طورها ل التير 3. ريبليس جام بات وذ بوي نايف، يكون معك خلاط وسكين نفس الوقت. القريب سكين طلع فلوس اكثر، والبعيد تخلص فلوس بسرعة. ما بتطلع الريجن؟ لا الريجن ما راح اطلع، الريجن صعب تطلع يبي لك حظ. وفي الغاز تطلع بس ما راح اضيع وقت مثل لغز التابوت، بس ممكن اضيع دقيقتين فيه. دقيقة شم ترى سبنت بونس بوينتس فور اب كمان ديسبلاي. لا ماشي، شوف شوف احسب احسب ترى سبنت واكتبها بالشات خايف انسى. اوكي اصبر ما راح اصبر للحين. ايثر شراود بي دي، مشكلة تعشيك ار بي دي والله. بس سبعتاش، ثمانية وأربعين، تسعة وأربعين، خمسين، خمسة وخمسين، الله الله زبالة السلاح والله بيكون. بين كل روند بعشق. This place is the cause of the outbreaks we're encountering. Better get inside and solve this case. اوكي راح احتاج 11000 بدل ماي خلاص، راح احتاج 11000 بعدين اسوي الشوت جن. وبقي زومبي نتذكر واستعمل النقزة. فلوس مشكلة اني بعشق والله، بس ما بيسوي سبري، ما بيطلع على طاجد. بقى اثنين عشان اقدر اسوي كل شيء. يدمج سبعه ما فيها والله. شنبر زين زين تجربة زين. هو المفروض اصلا بالشوتجن، والله الشوتجن اقوى من الار بي دي. ال 20 الطوب هذاك
17 55 20 12 دقيقتين. لا زين زين. اقسام وزين زين نقدر نسوي سبراي الحين. يا ما في اسمه اليوم. في واحد قريب بطنه. يمكن خطة كانت سيئة اني استعمل هذا السلاح بس هذي بس مو قاعد اجمع فلوس واجد ولا اني مستفيد. الحين السكينة ما اخذها حيث لازم اعشق احطاط دبل بوينت. ها يا جماعة كلهم وراي. سلاح ما ينفع. قلت السلاح ما ينفع هذا ليش خلاط؟ وانت خمسة. كثير ظن ادري بس ما ادري. شو 9000 راح تكفي بس 2000 عشان استمن اب. كم صار لي بالبداية؟ الحين صار لي 5 دقايق. اغلب 5 دقايق. احتاج 2000. فراغ ذات باج اوف جتس. ما راح اشتري ستامنا ما والله بجيب العيد فيها احتاج قصدي 5200 والله يمكن ترى اشتري تدري تم ما يرضى 3600 طبعاً شنو خلاك تشتري السلاح الزق؟ بس كافي سلاح خلص طلعته؟ اوكي شو هذا النقزة اقصدها؟ ما يسوي كراوتش هذا النقزة ابي 500 بس ابي 500 على ما ترخص اوه والله به الارض Project End Station was a gateway to another dimension. But why? For what purpose? That's for future historians to decide, Grace. I'm sorry. It's Monday, 7 days. Well, then, it just disappeared.
ولا كراوتش لك لما تركض بكراوتش مشكلة. اوكي البوابة هني اقرب احسن. الحمد لله جمعت 500 عشان هذي. اوكي الحين طلعت صفر، كل شيء صفر. اوه براسبن بوس، الو والله بتكون عندي مشكلة مع البوس تدري؟ صح والله بتجيني مشكلة. Strike team, report. What the hell just happened? If I'm reading this right, I think our team just went through the portal. Well, that's a first. هذا حاط زومبيين. وين الرأس من فوق؟ الحين رام دوجز تدري؟ هذا يجيني ماكس هومو. اشتري طلقات 500 بس ما راح يكون ماي، ما راح يكون ماي سلاح عشان اذبحهم. والله رام شفته، شوف ما يلوى، شوف ما يلوى الزومبي هذا. شوفهم طلقة. الكيم جاي براسي مشت كان أول مرة جاية، لو اللي ما توقعت تكون مرة جاية بس براسي مشت. أنا بسوي خطوة إني أجمع رواف. الدبز دمجون 50 بتطل طربة واحدة، والله بروح فيها. هذا ما يسبحهم. اوكي ما قتلت لوب. سويت الخطوة. اوكي معي 500. زين 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 اقدر اشتري 500 واشتري شوتجن. هذا مواد كامل عشان يذبح زومبي. والله صدق سمار السلاح. زين تبي هذاك راسبن؟ اخذ نزلت تحت بعد. احب راسبن بوس تخيل وياي ومعي شوتجن انا. Life form nearby. Bloody hell. Atomic readings are off the charts. Semi damage. Oh. Hot. Tuff. 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 Oh hello. Let's get down and dirty. شوف الفرق. دام استكشف من الدمج بسرعة. اوكي بغيت اموت. طيب ان شاء الله تموت. بيدك بكذا. الحين ما راح احتاج الا اني اشتري جاجرنات 2500 و5000 عشان اطور الشوتجن بس. بس
في زومبي رسبنون هناك، ما بيهم رسبنون هنا. ما ادري كم ثانية مرت، بس احسب كم ثانية نحسبها بعد شوي. الله انا بالسالفة، الله انا بالسالفة. Hostile fragged. اخذ باب مبطر، لازم الفلاب كله الحين. عادي عادي مو زعلان انا، سيد الخطوة اللي هني بعد. اوكي رصفنت هذي زين زين زين، لازم اوه نسيت لا اسوي خطوة هذي مع سلاح، نسيت 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 اسوي هذي. ما ادري كم ثانية طوبت، بس والله حاطي نفسي تقريبا تقريبا 40 ثانية. 55 خليها، والله ما ادري. تدري الحين برص من بوس، تدري والله صح برص من بوس. حلو حلو والله قاعد حظي زين. حظي زق مو زين. تي بي هي
idea what it is. Looks like a Mia. It's our lucky day, Strike Team. We have new orders from the Director. We are to shut down the dimensional breach in an effort to contain the spread. Suggestions? I think a complete shutdown of the particle accelerator would sever the link between the two realities. But how to do that? What about that computer? Maybe that's where they stored the shutdown procedure. Anomaly detected. Processing. تكفى اموت من البوس هذا. Anomaly detected. Processing. اوكي اوكي الحين ابي البوس يجيني فوق اوكي اوكي زين زين لا لا والله زين ما ادري سويت هالشيء بس سويته انا لا العب بالنار العب مع النار العب بالنار العب بس مدري شنو انا ما جاي البوس حافظك I'll make damn sure I use it. Fuck. Boss وينه؟ Boss وينه؟ اوكي خلص كلام هذا الحمار. البوس وينه؟ شكله سوى دي سبون عشان طلعت من العالم الثاني. Okay, an attempt to restore brain functionality? Perhaps an effort to create a more docile, obedient creature? Okay, okay, بسرعة. هذي رسمت؟ ألو والله زين. ما راح تتألق. تدري باقي لي خطوتين وخلص اللغز؟ بس من بس اوكي اوكي انا بنبي رصبا اصلا عشان يسوي لي هذي راح اضيع وقت بس عادي يبي رصبا سواها صح؟ لا ما سواها البوس ما يسويها لا تقول لي البوس الاحمر ما يسويها لازم اخضر الحين اتوقع بيصير اخضر او يسوي ديسمون واحد من الاثنين
اوكي سوي السمون فهذا مو اخر بس خلاص بن بوس بعد الحين وبوسين بعد يمكن هذا خفيفي راس بن مشكلة ما اقدر اسويهم اي خطوة ما ذبح الزومبي البوس ذبح الزومبي الله ياخذ حظي الحين مليون زومبي وانا ما اسوي الخطوة والله رحت فيها تضبط صح؟ هذا قلنا ما تضبط انا ما يهمني شيء الا انا اضبط اوكي تضبط زين خلي يطلع من العالم الزق ما ابي اموت نحن على الاقل اخذ القطعة بعدين يطلعني صدقالي بس واحدة طلعني يلا اوه يا ما ابي يطلعني طلعني ما ابي يطلعني تو يطلعني صار له خمس دقايق I got a window for chopper exfil strike team. Take it if we need to regroup. اتوقع الحين بيرص من بوس عادي الاخضر اللي هو احتاجه اوكي سويت سلاحين الحين انا اح والله اني اح ايمي الو مرود رسم بوس الحين قلت صارت للحين 28 دقيقة وللحين ما وصلت خلصت طلعت اسلحة النار كلها بس طلعت هذا والنوفا والثلج ما طلعته ليش؟ هاي سويتها Well, pretty much just fight fire with fire.
ورب الكعبة لو اني دور ما تفرق اصلا فاهم طرت البورتر ما تفرق والله ما تفرق والله صدق هاي سويتها بالبوس الاحمر والله ثاني ادري انا عندك تشوي With the appropriate coolant, you might even be able to freeze and shatter them. Exfil window closed. Raptor 1 will circle back later. عشان ما متوا الحين السلاح معه بزبالة اوكي لا بالغلط ما يتهران تكسر عين عادي عادي تدري والله خلاص الحين اقدر اروح البص لازم انطر باص اوكي روندر جاي باص روندر جاي باص زين زين ما تقطع الحين لا عشان بعدي هالحمار وبعبي ارمر اوكي انا مت اللي ولا ما انحسبت على حظي او اني ايوه قدرت انحسب الحين بيرجعني العالم العادي صح؟ وين وداني انا؟ هو اجيبه بساعة والله اني راضي اوكي هذا استوى هذا هو مسوي انا مرة 8 بس عشان ذبحت بوص الماب مبكر لا ما اقدر اسويها ونسيت جمع عندي 750 زين Chemical freezing agent. Huh. Weaponized liquid nitrogen.
Not bad, that. احنا نحتاج بوس رسبا. الزومبي لازم ما ادبها بعد. اي صح عرفت الحين برسم بوس يذبح الزومبي. تي من الله. لازم انجز يا رب بيض مربع. خلاص ترى الحين اقولك شنو احتاج الحين. اقولك شنو يا خماني احتاج بوس رسبا بس. خلاص خليت اللغز تقريبا خليت ما يبقى الا البوس فايت. اوه ما يطلقات ابدا البوس فايت. ما عندي طلقات. هاي صار 8 عندني ارمي السلاح توني ما اخذه ما في طلقات. خوش لا خوش. دكتور جراي you're smart. Any wild and crazy theories on what the Nazis were doing at M station? Well, it's another reality completely separate from our own. The scientific opportunities are limitless. All we know for sure is that it can transform people into the undead. Who knows what else is possible? After all, isn't that why we're here? Well, I think we're going to have to do it. شوف انا اولا ما ابي بوس صح؟ قاعد ارص من 24 ساعة الحين ابي بوس. قام يرصكم؟ لا انطر شي ستير رام قام قاعد يرصكم.
الو 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 فوك فوك ماني موجود. طبعا بلا شاعر تركي قالها شنو اسوي الحين شنو اسوي شنو اسوي انت الراوند شنو الباص كم دقيقة تفكت الحين؟ اتوقع الحين 5 دقايق رجعت نسيت وانا امسك الماوس البوس وينه؟ البوس ان شاء الله يرسمن اوه مكسوم زين Target removed. البوس 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 لو ما رسم البوس الحين بلفت والله والله خلاص الله خلاص روندات والله About time you dropped. وين البوس؟ هذا خرانت انا خلفت ما باخذ روند لو ما رسم الروند الجاي ما ادري ايش حظك ترى بالعاده راوندين او 3 راوندات يرسمن انا رابط رقم الروند 14 ترى هذا رابع راوند دقيقة دقيقة خلنا نسوي الخطوة اللي بعدها قبل هذي
اوكي ترى والله العظيم قاعد اسبب من ال1 ار1 والله العظيم بس مو قاعد يضغط والله الابيلتي حق والله العظيم يا خواني حتى مو بالجلتش ما صار فيني بروحي والله صار اكثر من شخص لو انا رن ما يرس ما يصير شيء الو سلام قوي برين ايتر تشيكت ابين هالراوند ما كتب ابين هالراوند ها ما اقوله والله مش نص ما انتهى ابتسمت علي الدنيا اخيرا هو طلع ريغن تطلع لي فلوس اوه هذا البوس اللي ما ابي نبدا بسرعه الحين بيرسبنون 60 دوج 60 شلق اوكي ماي 1050 احتاج سيمتكس ديكوي خلاص الحين بس ديري باقي لي ما بقى لي الا لا 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 جبت العيد فيها صح؟ لا والله ما جبت العيد اوكي زين طقيت ايه بالغلط الله ياخذ الكيبورد هي هذه لو اخذها وينها انا الحين ما خذيتها وينها غطا وينها وصفات هني ها ما اقدر اسوي فاست ترافل والله العظيم يا اخو مني اقسم بالله فضقت اترسبن قدام والله ليش رسبنت والله تسالني وش اقول لك شنو بيصير الحين يرسبن بوس ايش قايل لك يا ما اقدر ما اقدر ها يرسبن اخ اخ هذا هو Well, we got plenty of subjects. Ideas? Oh, it could be any of them, really. Get them. I don't know. Do any of them look particularly knowledgeable about particle accelerators and nuclear fission? Visualize flesh. هل المفروض هالبوس يدش داخل
اوكي هذا الاول دش. المفروض الثاني دش. تكفى دش تكفى. دمه فل زين لو دمجه بغلط. اخ ان شاء الله الدش الحمد لله. مش شوف البوس هذا كبير ذبحته هني. شوف دخل الدائره هذه المفروض مات. اعرف ايش داخل نفس ال... هذا نو جي 456. لا انا ماي. لا انت هران. اوكي بس ترى خلصت اللغز حرفيا مش باقي لي البوس فايت. شوف دقيق بوقف على 10 دقيقه 35 35 بوقف صح. اوكي اوكي 35 بعد كم صار لي بالضبط كم دقيقه بحسبها كلها زين. نجي هني نرجع ورا. انا اعطيت نفسي 40 ثانيه عشان وقفت مرتين بالبدايه. وقفت 30 ثانيه وقفت 10 ثواني بس زيد نفسي 40 ثانيه. المفروض ازيد نفسي دقيقتين بس 40 ثانيه بس. مين افكت هذا 25 ترى رجعت. كيف الجيم؟ اوكي دقيقة و 39 دقيقة و 39 تاخذ 25 ل 39 هذه 10 ثواني ينزل 7 دقايق 40 ثانية هذه 10 ثواني 8 دقايق يعني هاي دقيقة 10 دقايق 10 دقايق ما ادري اتوقع من عندي زين 10 دقايق بس نفسي يوم بديت 17 27 ل 11 تقريبا 50 دقيقة صار لي. اوكي 50 دقيقة والله ما ادري كم بس حول حول 50 اخر من 50 الحين 45 بالضبط 45. اوكي لا دقيقة 12 45 هذا اوكي انا مت. الو اوكي خلاص دشيت البوس فايت. ناخذ تيبل ناخذ سيك بس شيت البوس فايت.
جت البوس فايت وانا يمكن دقيقة و 12 45 دقيقة داخل البوس فايت. اح روند 21 قالوا البصات ما راح يموتون والله. هذا انسان تحول زومبي في درا عليك والله. They have big plans. You are here to stop them. I will help you. We will shut off this infernal machine. Close the gateway. It will be the first step. I will repair the damage I have done. Remarkable. Its brain functionality has been restored enough to recall its former self. Bet Mary Shelley would have something to say about it. Deactivate the accelerator priority one strike team. Without the candular, find the time it needs. Working out! والله اني غبي. اوه يلا عادي عادي تيجي 17 نسيت البوس فايت بيجي ثاني 40 اوكي. والله اني من غفت والله غلط واجد والله فوق مخلص النقص هذا 40 دقيقة. يلا عادي عادي انا بالسالفة الار بي دي هذا اخرني شنو بعد اخرني البوس اخرني شنو بعد اخرني الثلج الكهرباء يوم طحت والله اني منقت والله بطفي والله اني منقت بروح صلي للمغرب بعد يلا يلا بطفي والله اني منقت بغيت اكسر الطاولة والله بغيت اكسر الكيبورد يلا يلا هذا اسوأ شيء له رب الكعبة احط فرد عادي بدالة اوه استامينا بس كريست باك بيت باك بيت سويدين ورا اسمع اما مودز خط بطلع بالزوت فيلد ابجريد كلاس والله ربتي سباله والله اقلاط واجد احمد دشيت البوس فايت دقيقه 45 8 كم دقيقه دشيت 45 دشيت البوس فايت دقيقه 45 صح اي دقيقه 45
ومت بالبوس فايت. مو دقيقة في بال... أوكي أنا بالبث هين 29 دقيقة، بس أنا وقفت تقريبا 10 أي 10 دقائق، وقفت 20 دقيقة أكثر بعد، وبديت متأخر ولا إيه. والجيم الجيم بديت دقيقة 20 وخرت نفسي 20 دقيقة، يعني طقيت ستاف وقفت 20 دقيقة. دقيقة 45 دشيت البوس فايت ومت بالبوس فايت تيرتو. والله إني غبي أنا يا صاحبي، والله غبي غبي، يرمي علي البوس وقف مكاني. أجربها ثاني مرة. احمد تجي وايد نسوي السبيد رن. احمد تعال معي تعال معي. بس ودي اسوي مره ثانيه الحين. احمد تجي وياي. وانا ما اعرف العب. يمي كنسل عن امه. أنا بروح صلي المغرب وبعيد ماني موجود بس لو موجود بطفي خلاص. هذي والله باتر بكمل. يلا باتر بكمل.